يوما ما قال الرئيس اليوغوسلافي جوزيب بروز تيتو: أنا زعيم دولة واحدة فيها أبجديتان وثلاث لغات وأربعة أديان وخمس جنسيات وست جمهوريات، ويحيط بها سبعة جيران وبها ثمانية أقليات عرقية. يوغوسلافيا رغم عدم التجانس العرقي والديني والسياسي والاقتصادي بين جمهورياتها كانت دولة ناجحة، كانت أنجح تجربة شيوعية في العالم كله، وأنجح من الاتحاد السوفيتي بكتير. إيه اللي ممكن يحول دولة ناجحة إلى حمام دم ومسرح لعدد من أسوأ الحروب اللي شهدتها أوروبا؟ إيه اللي خلانا نشوف فيها السنوات السوداء بتاعة الحروب اليوغوسلافية اللي كان من بينها حرب البوسنة والهرسك بكل ما فيها من أهوال؟ أهلا بحضراتكم، أنا اسمي إبراهيم الجرحي، وفي فترة التسعينيات دي كان عمري حوالي 16 أو 17 سنة، وكنت بشوف نشرات الأخبار في التلفزيون، وبعدها يجي لي كوابيس بشوف فيها سلوبودان ميلوسوفيتش ولا رادوفان كرادازيتش بشعره المخيف ده. حلقة النهاردة هكلم حضراتكم فيها عن أسوأ كوابيس أوروبا، عن الحدث اللي صنع كل هذا الفقر في جنوب شرق القارة العجوز وسبب كل هذا الفراغ في اتحادها. حلقة النهاردة عن قصة صعود وهبوط يوغوسلافيا والحرب اليوغوسلافية بما فيها الحرب البوسنية. قبل ما اتكلم عن تفكك يوغوسلافيا لازم نعرف سوا كده ايه هي اصلا يوغوسلافيا. يوغوسلافيا بدأت منذ قرون كفكرة لإقامة دولة موحدة في هذا المكان من العالم. هذا المكان كان جزء منه تحت سيطرة الدولة العثمانية، والجزء الثاني تحت سيطرة الإمبراطورية المجرية النمساوية. بس الشعوب اللي عايشة فيه لا هي عثمانية ولا هي نمساوية ولا مجرية، دي شعوب سلافية أو ثقالبة زي ما سماهم عرب الأندلس زمان. والسلاف مجموعة عرقية لغوية هندو أوروبية منتشرة من شمال وشرق أوروبا إلى شمال أسيا ومن القطب الشمالي إلى وسط أسيا. دول أكبر مجموعة عرقية لغوية في أوروبا كلها. السلاف بيشوفوا نفسهم كعرقية مستقلة ليها تاريخها وثقافتها وعاداتها، وحلم يوغوسلافيا ده هو الدولة الموحدة اللي هيسكنها السلاف ويحكمها السلاف. ده نفس الوقت اللي توحدت فيه إيطاليا كدولة، ونفس الوقت اللي توحدت فيه ألمانيا برضو حوالي منتصف القرن التاسع عشر. بس توحيد يوغوسلافيا ما كانش بسيط. لما صربيا ومونتينيجرو حصلوا على استقلالهم عن الإمبراطورية العثمانية سنة 1878، كان معظم ما سيصبح يوماً ما يوغوسلافيا تحت سيطرة الإمبراطورية النمساوية المجرية. والإمبراطورية النمساوية المجرية طبعاً مش هتتخلى عن جزء كبير من أراضيها علشان في شعب يعني عايز يتوحد في دولة. ثم وقعت الحرب العالمية الأولى. في الحرب العالمية الأولى احتلت الإمبراطورية النمساوية كلاً من صربيا ومونتينيجرو، وحكومتي البلدين هربوا إلى بريطانيا. وهناك في بريطانيا وفي عام 1917 اجتمع قادة كل من صربيا ومونتينيجرو من ناحية، وممثلين من أقاليم سلوفينيا وكرواتيا وفويفودينا والبوسنة والهرسك، وهي الأقاليم اليوغوسلافية اللي تحت سيطرة الإمبراطورية النمساوية المجرية أصلاً، وأعلنوا جميعاً إنهم هيتحدوا في دولة جديدة. الدولة الجديدة هتحمل اسم مملكة الصرب والكروات والسلوفينيين، وطبعاً الحلفاء كانوا مؤيدين جداً لهذه الدولة الوليدة لأنها هتساعدهم في تفكيك الإمبراطورية النمساوية المجرية عدوهم في الحرب العالمية الأولى. وبنهاية الحرب العالمية الأولى بدأت الإمبراطورية النمساوية المجرية في التفكك فعلاً، حيث وقعت الثورة في كل من فيينا وبودابست عاصمتي كل من النمسا والمجر، وتشيك وسلوفاكيا أعلنوا استقلالهم بعد الحرب على طول. وفي وسط الفوضى دي أعلنت الأقاليم الجنوبية للإمبراطورية هي كمان استقلالها. صربيا ومونتينيجرو تحرروا من النمسا وانضموا مع باقي الأقاليم في مملكة الصرب والكروات والسلوفينيين زي ما اتفقوا مع بعض في اجتماعات بريطانيا. وسنة 1929 حسوا إن الاسم الطويل ده بايخ وما ينفعش اسم دولة. أنا متفق معهم تماما في هذا الرأي، فقرروا إنهم يسموها مملكة يوغوسلافيا. يوغ يعني جنوب، وسلافيني يعني السلاف، الشعب المكون للدولة يعني الدولة بقى اسمها أرض السلاف الجنوبيين. ولكن هذه المملكة لم تعش طويلاً، لأن في سنة 1941 ألمانيا وإيطاليا والمجر دخلوها بقوتهم في الحرب العالمية الثانية. الجيش اليوغوسلافي استسلم،
بس الشعب اليوغوسلافي لم يستسلم. اليوغوسلاف شنوا أكبر حركة مقاومة منظمة في أي بلد احتلته دول المحور خلال الحرب العالمية الثانية، وتقدر تقول وانت مطمئن إن الشعب اليوغوسلافي حرر نفسه بنفسه بدون مساعدة تذكر من قوات الحلفاء. الفصيل اللي قاد المقاومة اليوغوسلافية حتى التحرير كانوا الشيوعيين، وبالتالي هم اللي حكموا البلد بعد الحرب مباشرة، وحولوا البلد إلى جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية، وحطوا نجمة في منتصف عالمهم القديم، وبقى هو ده العالم الجديد. وقامت الدولة الجديدة على ثلاث مبادئ أساسية: أولاً الاعتراف بالأعراق المتعددة المكونة للشعب، وإقرار المساواة بين كل الأعراق على اعتبار أن كلهم شاركوا في تحرير يوغوسلافيا من الألمان. ثانياً أن اقتصاد الدولة اشتراكي. وثالثاً أن الدولة هتدار كاتحاد بين ست جمهوريات متساوية وعلى قدر كبير من الحكم الذاتي. هذه الجمهوريات كانت سلوفينيا والبوسنة والهرسك اللي هما جمهورية واحدة، وصربيا ومونتينيجرو أي جمهورية الجبل الأسود، ومقدونيا وكرواتيا. وإضافة لذلك منح إقليم كوسوفو وإقليم فويفودينا قدر أكبر من الحكم الذاتي، بس هما جزء من جمهورية صربيا. بطبيعة الحال كان في مبادئ تانية قام عليها اتحاد يوغوسلافيا، بس هما دول أهم ثلاث أسس، وهما الأسس اللي كانوا السبب بعد كده في تفكك الاتحاد اليوغوسلافي وتحول هذا التفكك إلى صراع دموي زي ما هقول لحضراتكم بعد شوية. في العموم مفيش دول بتنهار كده لسبب واحد، احنا بنتكلم عن دولة، يعني ظروف داخلية وخارجية وشعب واقتصاد وسياسات وعلاقات اجتماعية وحاجة كبيرة ومعقدة. بعد الاستقلال يوغوسلافيا كانت طبعا صديقة للاتحاد السوفيتي، وكان في تشابه كبير في النظام السياسي بين البلدين، ولكن سنة 1948 يوغوسلافيا ابتدت تخرج من المدار السوفيتي، لأن ما حصلش توافق بين الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين والزعيم اليوغوسلافي جوزيف بروز تيتو على طبيعة العلاقة المستقبلية بين البلدين. ستالين كان عايز دول شيوعية تابعة تماما زي دول حلف وارسو، وتيتو زيه زي شعبه، هم ناس بطبعهم ما يعرفوش يبقوا أتباع ولا يتخلوا عن خصوصيتهم وهويتهم. في الستينيات والسبعينيات بدأت يوغوسلافيا تعمل إصلاحات كبيرة في نظامها السياسي بمنح جمهورياتها المزيد والمزيد من السلطات، وكان من ضمنها أن الجمهوريات اليوغوسلافية بقت صاحبة قرار مستقل عن الاتحاد اليوغوسلافي في المسائل الاقتصادية، وأصبح للجمهوريات أيضاً سلطة أكبر داخل السلطة المركزية، وبقى لكل جمهورية جيشها المستقل عن الجيش الوطني كمان. حاجة واحدة بس هي اللي ما تغيرتش، الرئيس جوزيف تيتو اللي بيتولى الحكم من بعد الحرب العالمية الثانية فضل رئيس زي ما هو. تيتو يا جماعة لم يكن الزعيم الشيوعي الدكتاتور بالشكل الاعتيادي في الدول الشيوعية اللي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، هو كان أقرب إلى زعيم تحرير، أب روحي وأب للأمة كلها، وكان هو الرابط الحقيقي اللي بيحافظ على تماسك الاتحاد اليوغوسلافي واستقراره. دي حاجة كويسة جدا، بس في نفس الوقت دي حاجة برضو وحشة جدا، لأن الاعتماد على شخص واحد في إدارة شؤون البلاد بدلا من الاعتماد على مؤسسة ونظام هيصطدم بمشكلة لا مفر منها، وهي إن الموت مصير كل حي في النهاية. وجوزيف تيتو مات سنة 1980. تيتو مات وما كانش في حد يحل محله كرئيس ليوغوسلافيا، ولا كان في حد عنده التأسيس الكافي أو مقدار الثقة الروحية والوطنية اللي تخليه يملى مكان تيتو. علشان كده الرئاسة في يوغوسلافيا تحولت إلى جمعية، رئاسة جماعية، كل دولة من الجمهوريات الستة زائد المنطقتين المحكومين حكم ذاتي تحصل على ثمن الرئاسة. دي أغرب محاصصة سياسية سمعت عنها في حياتي. دولة فيها 8 رؤساء، كل واحد منهم عنده ثمن سلطة، والقرارات بتتخذ بالأغلبية فيما بينهم. تخيل بقى مقدار الخلافات اللي ممكن تنشأ داخل مؤسسة الرئاسة وهي بتدار جماعيا كده من 8 مجموعات مختلفة. كل جمهورية طبعا ليها رؤيتها وليها مصالحها اللي مش بالضرورة تتوافق مع رؤية ولا مصالح الجمهوريات التانية. صربيا كانت بتطالب بدور سياسي أكبر في الحكومة الفيدرالية على أساس إنها الشقيقة الكبرى في هذا الاتحاد. كوسوفو كانت بتطالب بالمزيد من الحكم الذاتي،
كانت عايزة تبقى الجمهورية السابعة في اتحاد الجمهوريات اليوغوسلافية. سلوفينيا كانت الأكثر ليبرالية وكانت بتدعو للمزيد من الليبرالية في يوغوسلافيا كلها. وسلوفينيا وكرواتيا كانوا الجمهوريتين الأكثر ثراء وكانوا أفضل اقتصاديا في العموم. ما كانش عاجبهم أن ثرواتهم تروح للأقاليم الأكثر فقرا، كانوا بيطالبوا بسيطرة أكبر على اقتصادهم. البوسنة والهرسك بقى كانت بتطالب بالاستقلال تماما عن يوغوسلافيا. ومع كل هذه القوى السياسية وكل آرائها ورغباتها المتضاربة، فترة التمانينيات بقت زي مرحلة الميلت داون بتاعت المفاعل النووي قبل ما ينفجر على طول. إدارة الدولة بقت مسألة شاقة جدا، وده الجانب السياسي فقط، لسه بقى الظروف الاقتصادية ليوغوسلافيا ما قبل الانفجار. النظام الاقتصادي بتاع يوغوسلافيا صحيح كان شيوعي، بس لم يكن يشبه النظام الاقتصادي بتاع الاتحاد السوفيتي والصين. ما كانش اقتصاد موجه، يعني ما كانش بيدار من العاصمة والحكومة هي اللي بتتحكم في سلاسل الانتاج وبتقول ننتج ايه ونبيع بكام ونشتري بكام. الاتحاد السوفيتي والصين بدأوا التحول الصناعي بكوارث وصلت لحد المجاعة. يوغوسلافيا هي الدولة الوحيدة التي تبنت نظام شيوعي وما حصلش فيها مصايب من النوع اللي حصل في الاتحاد السوفيتي والصين، لا بالقرارات الاقتصادية الغبية ولا بالقمع الأمني. علشان كده اقتصادها في العموم كان أفضل حالا بكتير من باقي الكتلة الشيوعية. دون الدخول في التفاصيل الاقتصادية وعلشان نبقى مركزين على موضوعنا، واحد من الأسس التي قام عليها الإصلاح الاقتصادي في يوغوسلافيا هو مبدأ الملكية الاشتراكية، حيث يمتلك الموظفون والعمال حصصا في المنشآت الاقتصادية اللي بيشتغلوا فيها، وإدارة العمال لأنفسهم بحيث الإدارة تبقى مجلس منتخب من العمال والموظفين. نظريا ده كلام جميل، بس عمليا لما الإدارة تبقى مجلس منتخب من العمال والموظفين، ده يعني إن المنتخبين دول لازم يقدموا مكاسب للناخبين، وطبعا أي حد يرشح نفسه لمجلس الإدارة كانت نقطة قوته إنه يوعد العمال برفع الأجور. ومع الوقت فضلت الأجور ترتفع لحد ما جه الوقت اللي الشركات والمصانع خلاص ما بقاش فاضل عندها فلوس تدفع المرتبات العالية دي. فكان الحل إيه من مجالس الإدارات؟ أكيد محدش منهم هيغامر ويفكر يقلل الأجور، هم قرروا يرفعوا أسعار منتجاتهم علشان يعوضوا الفرق. زيادة الأجور والأسعار معا اسمهم في الاقتصاد التضخم، والتضخم هو أسهل وأقصر طريق للإفلاس. شركات كتير ومصانع كتير أفلست، فالحكومة قررت تتدخل بتوفير معاشات للعاطلين عن العمل عن طريق دعم الشركات بالمال علشان تفضل شغالة. غلطة كبيرة جدا. الحكومة في الأول كان معاها فلوس تدفع وتغطي الشركات الخاسرة، ولكن بعد شوية حصل ما لم يكن متوقعا، وهو انتهاء الحرب الباردة. يوغوسلافيا جغرافيا كانت بتقع في النص بين الكتلة الشيوعية والكتلة الرأسمالية في أوروبا، وكل كتلة منهم كانت عايزة تضمها لصفها أو على الأقل تمنعها من أنها تنضم للكتلة التانية. وخطب الود ده كان بيحصل عن طريق أن كل معسكر يدي يوغوسلافيا فلوس. بس في أواخر التمانينيات كان الاتحاد السوفيتي بينهار فعلا، والحرب الباردة بتخلص، ومحدش بقى محتاج حلفاء في حرب منتهية، وتوقف الاتحاد السوفيتي عن منح يوغوسلافيا أي مساعدات. وطبعا طالما الاتحاد السوفيتي ما بيبعتش، الدول الرأسمالية هي كمان ما بقتش محتاجة تبعت. فجأة فقدت يوغوسلافيا مصدر مهم جدا للتمويل، والأسعار بترتفع، الشركات والمصانع بتدار بشكل خاطئ، التضخم بيزيد كل يوم، والحكومة ما بقاش عندها ما يكفي من المال للسيطرة. إيه الحل؟ القروض. طبعا مفيش مستثمر وافق يقرض يوغوسلافيا لأن اقتصادها منهار، وبالتالي مش هتقدر تسدد. فراحت يوغوسلافيا لصندوق النقد الدولي اللي وافق على إقراضها، بس طبعا بشرط إنها تصلح نظامها الاقتصادي علشان تقدر تسدد القرض. ومن ضمن شروط صندوق النقد الدولي الإصلاحية إن الحكومة تقلل إنفاقها وتفتح المجال أمام الشركات الخاصة وتعيد هيكلة ملكياتها من شركات القطاع العام. وبكده الحكومة اليوغوسلافية مش هينفع تدفع لمواطنيها علشان تتفادى الفقر أو تتفادى إفلاس الشركات. تغيير النظام الاقتصادي بطبيعته بيعمل مشاكل كبيرة. ولما نرجع بقى لنقطة إن دي بلد ليها 8 رؤساء ب8 أقاليم، القرار السياسي في المشاكل الاقتصادية دي هيبقى صعب اتخاذه،
وصعب تنفيذه وبطيء. ويوغوسلافيا كان فيها تفاوت كبير في الثروة، يعني على سبيل المثال متوسط الدخل في سلوفينيا كان 8 أضعاف متوسط الدخل في كوسوفو. التفاوت ده عمل مشاكل. سلوفينيا وكرواتيا قالوا إنهم بقالهم سنين بيبنوا اقتصاد صحي وسليم، بينما أقاليم فقيرة زي كوسوفو والبوسنة والهرسك ومونتينيجرو كانوا بيصرفوا فلوسهم على شركات خسرانة ومشروعات المنظرة الفارغة. فليه بقى سلوفينيا وكرواتيا هم اللي يتحملوا أعباء الإصلاح؟ وطبعاً الجمهوريات والأقاليم الفقيرة كانت بتطالب إن جمهوريات وأقاليم يوغوسلافيا كلها بالتساوي كده تتحمل أعباء الإصلاح بغض النظر عن ثرائها أو فقرها. الخلاصة إن الإصلاحات كانت بطيئة جداً، والاقتصاد اليوغوسلافي انكمش خلال فترة الثمانينيات. نيجي بقى للمشكلة الأكبر اللي اتكلمنا عنه قبل كده، ده كله القنبلة، واللي هتكلم عنه دلوقتي هو فتيل هذه القنبلة، هو التوتر العرقي في يوغوسلافيا. يوغوسلافيا كان فيها عدد كبير من المجموعات العرقية، والمجموعة العرقية هي أي جماعة بشرية تعتقد أو تتفق فيما بينها أنها تشترك مع بعضها في الثقافة والصفة القومية وتختلف عن غيرها، أو أنها تنتمي لأصل واحد، زي البشتون في أفغانستان أو الهان في الصين أو الزولو في جنوب أفريقيا. يوغوسلافيا كان فيها الصرب والسلوفينيين والكروات والمقدونيين والمونتينيجرنز، وبعدين اعترفت بمسلمي البوسنة والهرسك. والاعتراف بالمجموعة العرقية كان بيمنحها حقوق زي الحق في ممارسة الشعائر الدينية والحق في تلقي التعليم المجاني باللغة الأكثر شيوعاً في مجموعتك العرقية، وطبعاً ممكن العرق تبقى له جمهوريته. بعد ترسيم الحدود بين جمهوريات وأقاليم يوغوسلافيا بعد الحرب العالمية الثانية، كانت الحدود دي إلى حد كبير تعبر عن تقسيم عرقي، بس النظام ده فشل على مدار الوقت، لأن البشر بطبيعتهم بيتنقلوا وراء الموارد وبيروحوا من مناطقهم العرقية لمناطق تانية مش معترف بيهم فيها. النموذج الأكثر وضوحاً هو هجرة الألبان إلى كوسوفو، وكانوا عرق أكبر عدداً من المقدونيين والمونتينيجريين، وفي نفس الوقت ما كانش معترف بيهم رسمياً، وبالتالي كانوا بيحسوا إنهم مواطنين درجة تانية في بلدهم. والإحساس ده تحول لمظاهرات واحتجاجات في الثمانينيات، والجيش تصدى لهذه الاحتجاجات. وبنهاية الثمانينيات السياسيين ابتدوا يوظفوا التوتر العرقي ده في تحقيق مكاسب سياسية. سنة 1989 صعد إلى الحكم في صربيا رجل اسمه سلوبودان ميلوسوفيتش، وتحت قيادته ظهرت أفكار قومية متطرفة زي فكرة صربيا العظمى، وهي فكرة تتضمن أن المناطق ذات الأغلبية الصربية تنضم لصربيا. بس الصرب كعرق بيمثلوا حوالي تلت عدد السكان في يوغوسلافيا، بما يعني أن كده هيبقى فيه أقاليم صربية كتير خارج صربيا. الحقيقة أن هدف فكرة صربيا العظمى هو أن يوغوسلافيا تبقى دولة صربية بالكامل. واحد من الطرق اللي حاولت بيها صربيا تسيطر على يوغوسلافيا إنها تسيطر على مؤسسة الرئاسة اللي كانت مكونة من 8 مقاعد زي ما قلت من شوية، بس 2 من 8 مقاعد دول كانوا من حصة إقليمين بيتمتعوا بالحكم الذاتي، والاتنين كانوا جزء من صربيا. يبقى الخطوة الأولى إن صربيا تسيطر على الإقليمين دول علشان تستحوذ على مقعديهم في مؤسسة الرئاسة، وبعدين صربيا عينت حكومة موالية ليها في مونتينيجرو، وبكده بقى معاها 4 مقاعد من 8. وبكده ما لم يكن القرار يصب في مصلحة صربيا الواضحة عمره ما هيحصل على أغلبية، وبكده بقت صربيا مسيطرة على القرار الرئاسي في يوغوسلافيا كلها. وحل العام 1990 ويوغوسلافيا بقت بتعاني من 3 مشاكل: اقتصاد متدهور، وقيادة سياسية مضطربة، وقنبلة عرقية موقوتة بيتم توظيفها سياسيا. الجمهوريتين الأغنى في يوغوسلافيا، سلوفينيا وكرواتيا، قرروا إنهم مش عايزين يبقوا جزء من منظومة يهيمن عليها الصرب وبتحملها عبء اقتصادي تقيل، ولا عايزين يبقوا جزء من دولة ملهمش فيها وزن سياسي مناسب. الدستور اليوغوسلافي كان بيسمح لأي جمهورية بالاستقلال عن الاتحاد إذا صوتت أغلبية سكان هذه الجمهورية على الاستقلال. فسلوفينيا وكرواتيا عملوا الاستفتاء على الاستقلال سنة 1990. الشعبين وافقوا على الاستقلال، بما يعني
إن الدولتين قرروا تقسيم يوغوسلافيا، بس الصرب تمسكوا بحلم صربيا العظمى، ونظراً لأن 12% من سكان كرواتيا كانوا عرقياً من الصرب، صربيا مولت ثورة مضادة لعملية الاستقلال كان وقودها الكروات الصرب، عن طريق إقناعهم إن الكروات هيضطهدوا الصرب اللي عايشين وسطهم. لذا وبعد إعلان كرواتيا استقلالها مباشرة، خرج الكروات الصرب إلى الشوارع وقطعوا الطرق وعطلوا السكك الحديدية، والمسلحين الصرب هجموا أهداف كرواتية تحت غطاء من القوات الجوية اليوغوسلافية بينما كانت قواتها بتغزو كرواتيا. وبدأت الحروب اليوغوسلافية. هكلم حضراتكم عن الحروب اليوغوسلافية، ولكن اسمحوا لي أولا أقدم الشكر للمشتركين القدام اللي بيدعموا هذه القناة من زمان، ولو حضرتك أول مرة تشوفني بدعوك للانضمام ليهم ولتفعيل علامة الجرس علشان توصلك إشعارات الحلقات الجديدة لحظة نشرها. سلوفينيا كانت بعيدة تماما عن المشاكل اللي بتحصل في كرواتيا. يوغوسلافيا حاولت إعادة ضم سلوفينيا بالقوة وبدأت حرب بالفعل، بس الأعمال العدائية توقفت بعد 10 أيام فقط من القتال بعد أن نجحت السوق الأوروبية المشتركة في التوسط لتوقيع اتفاق سلام بين ما بقي من يوغوسلافيا وبين سلوفينيا. كرواتيا بقى ما كانتش محظوظة زي سلوفينيا، واضطرت تستخدم جيشها. لو فاكرين أنا قلت من شوية أن كل جمهورية كان لها جيش منفصل عن الجيش الوطني، كرواتيا استخدمت جيشها في التصدي للقوات اليوغوسلافية، ومع ذلك خسرت حوالي ربع مساحتها لصالح الجيش اليوغوسلافي. وفي سبتمبر 91 أجرت مقدونيا استفتاءها على الاستقلال، وشعبها وافق على الاستقلال اللي أعلنته في نفس الشهر، بس مقدونيا قدرت تحافظ على سلام مع يوغوسلافيا ولم تشارك في الحروب اليوغوسلافية. البوسنة والهرسك أجرت استفتاء على الاستقلال والشعب وافق، والاستقلال أعلن في مارس 1992، والبوسنة والهرسك هي كمان فيها نسبة كبيرة من الصرب، وبرضو الجيش اليوغوسلافي تحرك لغزوها هي كمان. ونظرا لأن العدو مشترك، تدخلت كرواتيا بقواتها لدعم البوسنة والهرسك ضد الجيش اليوغوسلافي اللي بيتحرك بناء على أوامر من صربيا. ثم قررت صربيا ومونتينيجرو بجمهوريتين وإقليمين محكومين ذاتيا إقامة يوغوسلافيا بتاعتهم لوحدهم، وأزالوا من الاسم كلمة الاشتراكية وبقت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. ولكن من سنة 1992 وحتى 1995 البوسنة وكرواتيا شهدوا أعنف المعارك في حرب حصل فيها كل ما يمكن أن يحدث في الحروب من مساوئ وجرائم، إبادة عرقية ومقابر جماعية وعدد كبير من جرائم الحرب الأخرى لمدة 3 سنين. عداد الدم بتتراوح قراءته ما بين 100 و200 ألف قتيل، بالإضافة إلى 4 مليون لاجئ. في بداية الحرب ورغم فظائعها المريرة، العالم كان ساكت تقريبا، ولكن أمريكا كانت لسه يدوب مخلصة حربها الأولى في العراق ومعلنة نفسها شرط الحريات وحقوق الإنسان في العالم، وأوروبا ما كانتش ناقصة مشاكل في الوقت ده بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، مش ناقصة يجي لها كمان ملايين اللاجئين نتيجة للحروب اليوغوسلافية. العالم تدخل بمحاولات سلمية في البداية، ولكن محاولات السلام فشلت، وطلبت كرواتيا والبوسنة والهرسك تدخل حلف شمال الأطلسي سنة 1993، وبدأ التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي بناء على قرار من الأمم المتحدة بإنشاء مناطق آمنة للمدنيين وفرض حظر الطيران لمنع القوات الجوية اليوغوسلافية من قصف الأهداف البوسنية والكرواتية. وانتهت الحرب فعليا سنة 1995 عندما بدأت طائرات حلف شمال الأطلسي في قصف المواقع التي يسيطر عليها الصرب، بينما قامت القوات البوسنية والقوات الكرواتية تحت هذا الغطاء الجوي بطرد الصرب من أراضيهم. رسميا الحرب انتهت بناء على سعي صربيا نفسها لاتفاق سلام، وده الاتفاق اللي وقع في نوفمبر 1995 تحت اسم اتفاقيات سلام دايتون. وبعد الحرب عقدت محكمة دولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وكان عدد المتهمين 116 متهم تتراوح رتبهم بين رئيس وزراء وجنرالات وجنود عاديين. سنة 2006 انفصلت مونتينيجرو عن صربيا لتنتهي إلى الأبد فكرة وسيرة يوغوسلافيا، وبعدها في 2008 انفصل إقليم كوسوفو كمان عن صربيا وبقى دولة مستقلة.
لو عجبتك الحلقة وعايزها توصل لأكبر عدد من الناس، دوس لايك وشير وسيب تعليقك. ولو عايز تدعم إنتاج محتوى زي ده، ممكن دلوقتي تنتسب لعضوية القناة وتبقى واحد من رعاتها. بشكر رعاتنا الحاليين وبشكر حضراتكم جميعا، وأشوفكم الحلقة الجاية.